سيادية وأم أردنية من أقوى 10 سيدات على مستوى الوطن العربي في القطاع الحكومي بحسب تصنيف مجلة فوربس 2017. معالي السيدة مجد شويكي وزير السياحة والآثار، بيشرفنا حضورك معنا اليوم وأهلا وسهلا فيك بالاستديو يوم جديد. أهلا وسهلا فيكي، كل عام وانت بألف خير بمناسبة سيدي العام، ويعني شكرا جزيلا لقبولك الدعوة وقدومك لبرنامج يوم جديد. بالعكس، مبسوطة أني معكم. بالعكس، مشرفنا حضورك ستي. الله يخليك. بداية خلينا نتحدث شوي عن برنامج الأردن أحلى. تمام. اللي تم إطلاقه مؤخرا من وزارة السياحة والآثار، نحكي عنه أكثر، نعرف عنه معلومات أكثر، وهذه أحلى بداية. الأردن أحلى من اسمه مبين أنه هو بالفعل برنامج حلو. بهمنا كثير السياحة الداخلية والسياحة المحلية. يعني الأردن دائما بقول الأردن جنتنا، لأنه قد ما فيها يعني فيها من الجمال إشي يعني بخلي الشخص إنه يفرح إنه هو موجود بهاي الأماكن. فبالفعل لما لقينا وجدنا، وهذا البرنامج مش جديد، هذا البرنامج من 2015، وطبعا وزارة السياحة بدأت فيه من 2015 لما كان في شوية تراجع بالقطاع السياحي، فكان لابد ما دعم بعض البرامج اللي هي تشجع المواطنين إنهم يستمتعوا بالمناطق الجميلة اللي بالأردن. فبالفعل من 2015 لغاية الآن 23 ألف عائلة استفادت من هذا البرنامج. هذا البرنامج بيوفر للعائلة الأردنية عروض مميزة بتساهم الوزارة فيه بنسبة 40%. ممتاز. يعني بنحاول شوي نخفف من الكلفة تبعت الزائر لأي مناطق سياحية. نعم. كان كثير بيهمني أنه هلأ حطيناه على موقع الوزارة. نعم. وموقع هيئة تنشيط السياحة، لأنه كان بيهمني التسويق لمثل هذا البرنامج ليوصل لقاعدة أوسع. فالحمد لله عم بيكون في إقبال، وعم نساهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بنحكي عنه أكثر. واحدة من مشاكلنا بالسياحة هي عملية التسويق، يعني بنلاقي أنه ما عم نسوق كفاية. صحيح. بالأدوات المختلفة. فبما أنه في قدامنا مجال كتير هلأ عم نحاول نسوق له، لأنه بالفعل برنامج بشجع كل عائلة أردنية أنها تستفيد منه. يعني تشجيع السياحة الداخلية من أهم أهدافكم بوزارة السياحة، وخصوصا أنه نحن هلأ بفصل الربيع، واليوم بالفعل. أول يوم بفصل الربيع رسميا. بالفعل. بالفعل. والربيع السنة يعني ما شاء الله، يعني الجمال اللي موجود بالمناطق بالتأكيد. الشمال بجنن. بالتأكيد. معاليك، قبل أيام ترأست الاجتماع الأول للمجلس الوطني واللي سميتيه بمجلس الإنتاجية. نعم. فمنحب نتحدث مع حضرتك عن أهم المخرجات اللي طلعتوا فيها من هذا الاجتماع. مجلس الوطني للسياحة هو بالقانون السياحة ينشأ مجلس وطني للسياحة. حبيت أعطيه عنوان أنه مجلس إنتاجية. اللي بخاف منه أنه كل مرة بنجتمع كمجالس بتكون عبارة عن شكاوي وهموم وتحديات، فحاولت أني شوي نغير هذا التفكير. بما أنه سمعنا عن إشي اسمه الإنتاجية. صحيح. كنا مرة بورشة عمل وقلنا لا، خلينا نركز على الإنتاجية. فبما أنه مجلس الوطني فيه جميع الشركاء بقطاع السياحة، فقلنا إحنا بدنا نتجرد من عملنا اليومي، من مشاكلنا اليومية، ونفكر بقطاع السياحة كيف ممكن بالعام 2020 نسميها السياحة في الأردن. حلو كتير. فهذا الهدف حطيناه، وكيف ممكن نرفع الإنتاجية. حكينا عن العمالة، وحكينا عن الموارد البشرية، وحكينا عن التسويق، وحكينا على التنظيمات وعلى الأنظمة والتشريعات. فكانت المحاور عديدة، وحكينا على المنتجات السياحية. نعم. بلشنا نطلع على التجارب أو المنتج السياحي بطريقة مختلفة، لأنه كل منتج سياحي له أهدافه، له آليته للتسويق، وله تقريبا طريقة التنظيم. فكنا نحكي عن السياحة الدينية، حكينا عن السياحة الصحية. ممتاز. وحكينا عن السياحة طبعا التعليمية، حكينا عن عدة أنواع من السياحة، والسياحة التاريخية طبعا، والسياحة في يعني جزء كتير عم نهتم فيه هلأ، صناعة الأفلام. صناعة الأفلام بالأردن عم بيكون في له تأثير لازم. مباشر وغير مباشر على قطاع السياحة. طبعا. بالتأكيد. فحاولنا نحكي عن جميع يعني المواضيع اللي بتهمنا. التطور التكنولوجي ومواقع التواصل الاجتماعي هي برضه مهمة جدا في جداً. الترويج من خلال الأفلام اللي تفضلتي عنها معاليكي. خلينا نتحدث شوي معاليكي، أنت عملتي في القطاع الخاص لفترة طويلة جدا، ومن بعدها انتقلتي للقطاع العام. فمن حسب تجربتك بحب أسألك، وين لقيتي الفرق بين القطاع العام والقطاع الخاص؟ يعني تخدمي شركة ولا تخدمي وطن ولا مواطن؟ في فرق. أكيد. لا بصراحة تعلمت كثير من القطاع الخاص، يعني 28 سنة بالقطاع الخاص تعلمت كثير، وما كانت طريق سهلة، لأنه يعني بتعرفي بداية حياته الواحد في زواج وفي أولاد، يعني تعلمت وتغلبت وفي تحديات. لكن بالقطاع العام وجدت أنه بالفعل التحديات
أكبر لكن الرضا الداخلي كتير أكبر. نعم. ليه؟ لأنه بتعرف أنك أنت عم تحدثي فرق. صح. والنتيجة مش لشركة ولا لفئة مستهدفة، هي بالعكس شريحة كتير كبيرة أنت عم تخدم الوطن. جميل. فأنا بالعكس يعني حسيت أنه القطاع الخاص أضاف لي كتير، لكن عملي الأربع سنين بالقطاع العام بقت بتهيأ لي أضاف بعد أعمق وأسمى وأكبر بكثير. جميل جدا. وأنا بحب أنوه لشغلة كتير صغيرة مع معاليك، إنه نحن ببرنامج يوم جديد بنهتم نسلط الضوء على أهم المواقع السياحية في الأردن. نعم. ومنشجع السياحة الداخلية من خلال قافلة يوم جديد اللي بتنتقل بين كل محافظات. صحيح. المملكة الأردنية الهاشمية. وإذا بتنصحينا بمكان معين نزوره، لأنه صراحة زرنا كل الأماكن، فإذا بتنصحينا بمكان يكون حلو نزوره بكرة وبعده منرتب مع بعض الربيع. لأنه بالفعل يعني هذا الفصل. نعم. وبقول لهم يا ريت في أكثر من 24 ساعة باليوم. نعم. ما عم نلحق نقدر نقوم بواجباتنا كلياتها. صحيح. لأنه بالفعل في اجتماعات داخلية، لكن في واجبنا أنه نروح على المناطق السياحية ونشوفها ونشوف الخدمات اللي فيها. صحيح. كتير عم بهتم بالخدمات وبالمرافق الصحية بالمواقع السياحية. موضوع في غاية الأهمية. لأنه بتأكيد. هذا الموضوع كتير. صحيح. مهم. ويعني أي شخص مهما وين ما راح بحب أنه يلاقي أنه الخدمات الأساسية موجودة ومتوفرة، وتركيزنا عم بكون منصب على هذا. وأعتقد الموضوع. وأعتقد كمان أنه أنت برضه اهتميتي بالتشريعات الناظمة لسياحة المغامرة. صحيح. فيمكن مش حابين نفتح مواجع على الصبح، بس حابة أسألك لوين وصلتوا بهذا الموضوع؟ معظم التعليمات اللي عم نشتغل عليها هلا بالشراكة مع طبعا جميع. نعم. الشركاء، إن تكون في عنا تعليمات ناظمة، لأنه مثل سياحة المغامرة في بالنسبة لي الهدف الأول هو السلام العامة. التأكيد. فطبعا بدنا نطلع عليها. سياحة المغامرة لها يعني لها أنماط عديدة. صحيح. التسلق وال يمشي الواحد أنماط متنوعة، فكتير بهمني إن تكون التعليمات الناظمة بتحكم وتحط ضوابط لبعض الأنماط. ممتاز. من هاي السياحة. بنفس الوقت عم نشتغل على شيء اسمه نظام الأدلاء السياحيين. بهمنا يكون في فئة متخصصة بسياحة المغامرة. متأكيد. لأنه هي بالفعل سياحة بدها تخصص، ونفس الشيء نظام للمكاتب السياحية إنه يكون في تخصص. جميل جدا. مجد شويكي بيطلقوا عليك بأنك وزيرة عابرة للحكومات، وأنا حابة أسألك معاليكي، وين لقيتي حالك أكثر؟ بتطوير القطاع العام، بالاتصالات، أم بالسياحة والأثار الآن؟ كل ملف بستلمه بحس أنه هذا الملف بحكي معي، بحكي مع داخلي، بحكي مع طريقة تفكيري. بالفعل لما كنت بالاتصالات، بجوز لأني كمان جاي من قطاع الاتصالات، وجدت أنه لا بالفعل هذا المجال مجالي. نعم. لما أخذت تطوير القطاع العام كانت الحقيبة مع الاتصالات، وجدت أنه في تكاملية كتير كبيرة بين الاتصالات وبين تطوير القطاع العام، بما أننا كنا عم نشتغل على إعادة هندسة الإجراءات وعلى الأتمتة. ممتاز. لما طبعا أخذت السياحة كنت مكلفة بالسياحة فترة من الزمن، وجدت أنه هذا القطاع أهم قطاع وأنشط قطاع. كنت بحكي عن الاتصالات أهم قطاع، هلأ بحكي عن السياحة بالفعل إنها من القطاعات الواعدة وبالفعل عم تكون محرك رئيسي للاقتصاد الوطني. يعني فعلا مسيرة مليئة بالإنجاز والعطاء، ويعطيك ألف عافية. الله فعلا معاليك دائما يعني بوصفوك بأنك أنت المرأة الحديدية، فما شاء الله بتحمل عليك. كثير. طيب مجد شويك، خلينا نحكي شوي، العمل العام معروف بأنه مسؤولياته كثير كبيرة، فكيف قدرتي تخلقي التوازن بين واجباتك كأم، بما أننا احنا اليوم بعيد الام، وبين عملك في القطاع العام؟ بجوز هلا بهاي المرحله بناتي صبايا. فيعني ما في متطلبات اللي هي كل يوم انه يكون. نعم. في عندي مسؤوليات، لكن انا دائما بقول اذا انا مطمن بالي عليهم وعارفه انه صحتهم وعافيتهم منيحه، بكون وقتي متخصص للشغل. يعني انا بعرف الكل اني بشتغل بطريقه يعني ممكن ابلش من الساعه 7 للساعه 12 بالليل، ما عندي مشكله. نعم. نحن عم نستعرض الان صور منحب تشوفيها معنا. مجد شويكي كسيدة وأم، كم بنات وأولاد عندها؟ عندي بنتين. عندي سارة، سارة تزوجت السنة الماضية. ألف مبروك. وعندي لين، لين بكندا بتشتغل. الله يحميهم يا رب، وتضلك كيكة فوق راسهم، وأنت قدوة كتير كتير رائعة على بناتك. وهن بصراحة يعني متفهمين داعمين، لأنهم دعموني بمسيرة حياتي، يعني لولا تفهمهم ولولا دعمهم ما كان قدرت أوصل للي وصلت له. مرات بيعاملوني إني أنا البنت وهن هن الأمهات. خلي لك ياهم. تحبي تحكي لهم إشي بعيد الأم؟ إيش تحبي تحكي؟ أنا دائما يعني بحمد ربي أول شيء إنه ربنا أعطاني هالزهرتين. ثلاث نصائح دائما بخليهم بالي وبحكي لهم إياهم. أول نصيحة إنه رأس مال البني آدم سمعته. لا ماله ولا منصبه، فالسمعة الطيبة، الأخلاق المنيحة هي رأس مال البني آدم. الثاني موضوع دائما بقول لهم اعتمدوا على حالكم،
اعتمدوا على أنفسكم، العلم والعمل يعني. نعم. دائما العلم والعمل. وثالث موضوع اللي دائما أنا يعني بوجههم إنه خلوا أجركم على الأرض مهما الأيام يعني، ويكونوا متفائلين، والتفاؤل كتير منيح، والنظرة الإيجابية للحياة، لأنه في تحديات وفي صعاب. أكيد يعني من تجربتك مع والدتك رحمة الله عليها. الله يرحمها. يعني هلا عم الله يرحمها. صوتك معها. الله يرحمها. أكيد عم تعطي العطاء اللامحدود اللي قدمت لك. وما بتروح هي بالفعل يعني، الله يرحمها توفت قبل سنتين، لكن هي عايشة بقلوبنا عايشة معنا. معنا. أكيد. كل عام وأنت بألف وأنت خير. بألف خير. أنت بألف خير. والأثر سعدنا جدا بوجودك معنا اليوم. مبسوطة معكم. جديد. كل شكر لك. الله يخليك. نتمنى لك المزيد من التقدم. الله يخلي لي إياكم. كل عام كل أم بألف خير، وإن شاء الله بضلها مزينة بيتها، ونضلها موجودة على رأس بيتها وعلى رأس أولادها، والله يخليكم لبعض. إن شاء الله. الله شكرا لك وعليك. الله يسلمك. أما الآن مشاهدينا سننتقل لفاصل قصير ونواصل من بعده، ابقوا معنا.